صباح الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد بنبدأ معاكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح معكم من الآن وعلى مدار ساعتين، مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي بنتمنى أنها تنال إعجابكم بإذن الله. من الموضوعات اللي معانا النهاردة أهمية الوعي وتنمية هذا الوعي لدى المجتمع ودوره في التصدي طبعا لمخططات أهل الشر لفشل الدولة المصرية، ويمكن وعي المصريين هو السلاح الحقيقي لمواجهة التحديات والاختبارات الصعبة ومواجهة أهل الشر بمخططاتهم. المصريين أثبتوا فعلا أنهم بيحبوا بلدهم وبينتموا ليها ومشغولين في بناء وطنهم، ويعني كارهين فكرة التخريب أو الفشل، لأنهم حسوا فعلا بمعنى البناء وأهمية البناء وبيحسوا ده وبيلمسوه طبعا من خلال الكم المشروعات والإنجازات اللي احنا شايفينها. والمطلوب بس ان احنا نتقي ربنا في بلدنا. ممكن الموضوع الآخر اللي معانا برضو عن التقوى، لكن ان احنا نتقي ربنا في كل شيء، في عملنا، في أسرتنا، في بلدنا. علشان كده في دعوة من وزير الأوقاف لإنشاء مدونة سلوك حقيقية وجادة لكل طالب في كل مرحلة. يمكن اسم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم، يعني التربية هي الأول وهي الأهم من التعليم. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وعندما سئل من أحب الناس إلى الجنة قال التقي أو حسن الخلق. فيجعلنا يا رب دايما إن احنا نبقى من حسن الخلق بإذن الله. ده طبعا بجانب فقراتنا الثابتة، هيكون في قراءة في عناوين ومنشطات الصحف ومعرفة أهم الأخبار الرياضية والأهم الأخبار الاقتصادية. خلينا نطلع دلوقتي الفاصل وفقرة كلها نشاط وحيوية وفقرة إيروبكس. صباح الخير، معاكم كابتن محمد سيد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ناس كتير بتعاني منه، وهي آلام أسفل الظهر أو أسرع عضلات أسفل الظهر. يعني إيه أسرع عضلات أسفل الظهر؟ يعني إحنا عندنا العضلات دايما بيبقى ليها مقطع فسيولوجي أو طول معين. الطول ده لما بيقصر بيبدأ يأثر على الفقرات وبيعمل إيه؟ إمبالانس في الجسم، وبيعمل عدم توازن في العضلات. فبتلاقي دايما عندك بين في ظهرك، عندك بين في رقبتك، عندك بين بيسمع في رجليك. البينز دي كلها طبعا ليها تمارين معينه، ان انت طبعا لو شخص ما عندكش اي مشكله في الفقرات فبالتالي انت بتبدا تقوي العضلات وتسترتشها وهكذا. احنا النهارده هنتكلم عن نقطه واحده بس، هنتكلم عن اهم اربع تمارين هتساعدك على تخفيف الام الظهر. تعالوا بينا مع بعض نشوف اول تمرين. أول تمرين معانا
التمرين الثاني التمرين الثالث التمرين الرابع كده نكون انتهينا من تمرين حلقة النهاردة. هنعمل التمارين دي من مجموعتين لثلاث مجموعات، والثبات هنعمله من 10 ل 15 ثانية. تابعونا الحلقات اللي جاية. بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وهذه الفقرة ومجموعة من الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات على الأحداث. خلينا نروح لمحافظة مطروح اللي بتشتهر طبعا بأجود أنواع الزيتون والعطارة. بالرغم من ندرة المياه في محافظة مطروح، لأنها طبعا بتشتهر بالزراعات الصحراوية اللي بتعتمد على مياه الأمطار، ومن بينها طبعا أجود أنواع الزيتون والأعشاب الطبية بمختلف أنواعها. بيحرص يمكن الزوار دايما عند زيارتهم لمحافظة مطروح على شراء الزيتون وزيت الزيتون وأيضا العطارة بمختلف أنواعها. خلينا نتابع هذا التقرير مع حضراتكم. تشتهر محافظة مطروح بمنتجات الزيتون وأجود أنواع العطارة، ويحرص المصطافون دائما على شراء الأنواع المختلفة من العطارة، فما بين النعناع الجبلية والزنجبيل الطبيعي وبهارات اللحوم والمأكولات المختلفة تتميز المحافظة الجميلة. زيت الزيتون والزيتون نفسه، التوابل والبهارات عنده تشكيله بصراحه خطيره. الزيوت مش لازم زيت زيتون بس، عنده زيت اللوز، زيت حلو، وزيت مر، الحاجات دي كلها هو بيشتري بيها بعم جمال. ومن الناس اللي هي اوائل يعني كذا حد في مطروح منهم عم جمال، من اوائل الناس اللي هم كانوا شغالين في العطاره هنا. يعني لازم اخد زيت زيتون، لان برضو في اصدقائي موصيني، مساكن في مدينه نصر، موصيني على زيت الزيتون والزيتون، فباخدهم معايا يعني. ومن شارع الإسكندرية الذي يعد أشهر شوارع مدينة مرسى مطروح، يقف العم جمال ليستقبل زبائنه، والذي أكد لكاميرا النيل أنه من خلال عمله كعطار منذ سنوات طويلة أن المصطافين يحرصون دائما على شراء زيت الزيتون والزيتون، بالإضافة إلى الأنواع المختلفة من الأعشاب التي تتميز بها مطروح. أشهر حاجة بيجي ياخد زيت الزيتون والنعناع، خلي بالك من مرسى مطروح، اللحوم برضك انا طعمها حلو. بالنسبه للعطاره، في جميع انواع العطاره موجوده، النعناع البقى اللي بيطلع ميه النطر برضه بيطلع ميه، يعني الحاجات دي كلها بتطلع هنا وبيبقى حاجه ربانيه، مش مسقيه ولا فيها كيماء ولا في اي حاجه، حاجات على الطبيعه يعني. بالنسبه للاعشاب والحاجات دي كلها، الاعشاب الطبيه غنيه بالزيتون، بزيت الزيتون والزيتون المخلل. وطبعا الناس اللي بتخلل الحاجات دي واخده فرقه في اسبانيا، بتعمل كلام جاد، واخدك في فرقه جامده على اعلى مستوى في اسبانيا على تخليل الزيتون ده. وتاتي الزيوت الطبيعيه والبهارات التي تميز محافظه مطروح ثاني اهم المنتجات واشهرها، حيث يقبل عليها المصطافون لشرائها لانفسهم وهدايا للاصدقاء ايضا. امل صبري لبرنامج هذا الصباح.
ولمحبي الفن التشكيلي ومتابعي نشاط دار الأوبرا المصرية الثقافي والفني تحت عنوان صرخات لونية، افتتح في دار الأوبرا المصرية معرض للفن التشكيلي للفنانة هبة النقادي. نتابع هذا التقرير مع حضراتكم. بالألوان المبهجة تستطيع أن تصنع أفاقا جديدة لطموحاتك وأحلامك. بريشة هادئة وجرأة في الألوان، عبرت الفنانة هبة النقادي عن مشاعر وحالات مختلفة. المعرض بينقسم قسمين، قسم عبارة عن لاندسكيب، طبيعة، بس بألواني أنا، مش بألوان الطبيعة، بالألوان اللي أنا شايفاها أنا، وتناغم في الألوان. أنا عاشقة للألوان، فكل المعرض تقريبا ألوان. والقسم الثاني أنا خرجت من اللينسكيب بحالة تانية، حالة تجريدية تلقائية فيها جزء من المشاعر. أكثر من 60 لوحة فنية تعبر عن مشاعر المرأة المختلفة من خلال لوحات مبهجة. هو معرض مبهج جدا جدا، وفي يعني في شغل بصراحه واخد مجهود هايل، وفي تكنيك مختلف في اللوحات، من لوحات طبيعيه لوحات اشخاص، ففيها نقله جميله جدا. فنانه هبه فنانه جميله ورقيقه جدا، بتعبر عن كل احساسها بكل الانواع، بالالوان، بالموضوع نفسه. انا شايفه المره دي في طفره كبيره قوي، خصوصا في الحاجات اللاندسكيب. عايزة تعبر عن نفسها بشكل تلقائي بدون ما تستغرق هذا وقت في خلط الألوان، وإن كانت لجأت لكده أحياناً يعني، لكن أنا شايفة برضو إن هي بتعبر عن ذاتها بشكل كبير، وده باين حتى في تقسيم اللوحات في المعرض. صرخات لونية، معرض فني معلق على جنباته لوحات تثبت أن المرأة المصرية قادرة على الإبداع والتعبير عن مشاعرها من خلال الفن بمختلف أشكاله. عمر حمزة، النيل. يمكن من الأخبار السارة واللي بتبعث عن الأمل أن في شركة عقاقير صينية أعلنت أنها أنتجت بالفعل لقاح ثبتت فعاليته في القضاء على فيروس كورونا، ويمكن هذا اللقاح هيكون متاح في شهر يناير أو فبراير اللي جاي بإذن الله. نتابع. سباق لا يتوقف مع الزمن للقضاء على تلك الجائحة التي قلبت كل الموازين وأطاحت بكل أعراف النظام الاجتماعي حتى بات التباعد أساس الأمان الصحية. شركات العقاقير في العالم كلها تتسابق لإنتاج لقاح يثبت فاعلية في صد هجوم كوفيد-19، والمنتج الذي سيجتاز الاختبار سيدين له العالم أجمع. الصين لا تتوقف مساعيها لإنقاذ العالم من كارثة كانت هي نقطة انطلاقها. إحدى الشركات العقاقير الصينية أعلنت أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته سيكون جاهزاً بحلول أوائل العام المقبل للتوزيع على الصعيد العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة. الرئيس التنفيذي للشركة تعهد بتقديم طلب لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح كورونا في الولايات المتحدة إذا ما اجتاز المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على البشر. وقال إن هدف الشركة هو توفير اللقاح للعالم أجمع، مع إعطاء الأولوية للدول التي ساهمت في التجارب السريرية للقاح. الصين والدول الأخرى التي تعاونت معنا في إجراء التجارب السريرية، ومنها البرازيل وإندونيسيا وتركيا، لها نفس الأولوية في الدفعة الأولى من اللقاحات. يمكنها الحصول على اللقاح في نفس توقيت توزيعه في الصين. الرجل أوضح أن أكثر من 24 ألف شخص يشاركون في التجارب العلاجية السريرية لفيروس كورونا في تلك الدول، وأنه من المقرر إجراء تجارب إضافية في بنغلاديش وربما تشيلي. الشركة اختارت تلك الدول تحديدا لأنها جميعا تشهد تفشيا خطيرا للفيروس، إضافة إلى تعداد سكانها الضخم ومحدودية إمكانات البحث والتطوير لديها. المصنع الذي أنتج اللقاح أقامته الشركة من العدم في غضون بضعة أشهر، وصممت لإنتاج 500,000 جرعة لقاح سنويا، وتتوقع الشركة أن تتمكن من إنتاج عدة ملايين من الجرعات بحلول فبراير أو مارس المقبلين. هذا والشركة بصدد اختبار جرعات صغيرة من اللقاح الذي أطلقت عليه كورونا باك على الأطفال أيضا بسبب تزايد معدلات الإصابة بين الصغار.
يمكن برغم حالة الحزن اللي بيعيشها العالم منذ بداية أزمة كورونا، لكن البعض بيحاول يخلق ابتسامة لإزاحة هذه الغيوم أو هذا الحزن اللي فرضه الوضع الوبائي لهذا الفيروس. خلينا نشوف في اليابان فنان ابتكر كمامة مبهجة. الفنان تاكاهيرو شيباتا قام بابتكار قناع بيصدر موجات خفيفة من البخار بمجرد ارتدائه، والقناع المصنوع من القماش بيحتوي على جميع المكونات المحببة لدى عشاق شوربة النودلز من شرائح البصل الأخضر والكاجو وشريحة من كعك السمك، لكن طبعا جميعها مصنوعة من الصلصال، يعني مش حقيقية. وفي ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في العالم والتعايش مع هذه القيود اللي فرضها كوفيد-19، قرر أحد المطاعم في المملكة المتحدة باستخدام الروبوتات لتقديم الطعام والشراب على طاولات الزبائن، وده طبعا بدلا من العاملين، حيث يبحث قطاع الخدمات عن وسائل جديدة ومبتكرة لعودة الحياة والحد من انتشار الفيروس في نفس الوقت. الروبوتات ليست طبعا عرضة للإصابة بالفيروس، فأصبحت هذه الروبوتات ضرورة أكثر مما هو حداثة وتطور. بتولى الروبوت اللي بيعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تقديم الطعام للزبائن، حيث يقوم الزبائن بتسجيل الطلبات عبر شاشة بتعمل باللمس، وبيأتي الروبوت بالطعام المطلوب مستخدما تكنولوجيا بصرية لتحديد المواقع وتجاوز العقبات والتحرك وسط الزبائن، فيما يقوم الزبائن بأخذ الطلبات بكل سهولة. يمكن تسبب فيروس كورونا المستجد في جعل العمل من المنزل وسيلة من وسائل الوقاية من هذا الفيروس اللعين. في العاصمة البريطانية لندن ابتكرت أحد المؤسسات أماكن مخصصة للعاملين من المنزل بديكورات وابتكارات مختلفة تشجع طبعا على التركيز والتفكير بألوان مشرقة ومجسمات طبيعية وألعاب بتبعث عن السعادة وبتعيد ذكريات الطفولة الهادئة، أرجوحات ومناظر طبيعية خلابة ليكون العمل ممتع وليس ممل. ازدهرت هذه الفكرة بمساحات العمل الخاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لأنها بتحقق الاستقلالية والتباعد الاجتماعي وتغيير عن الروتين المنزلي. استقبلت أوروبا فصل الخريف، وهو بيعتبر من فصل إن هو سيد الفصول، ودعت طبعا فصل الصيف، واكتست حدائق القارة العجوز باللون الأحمر، وده إذانا ببدء فصل الخريف. تزدهر أشجار أوروبا بعد أن تطرح أوراقها القديمة لتكتسي ألوان جديدة بتزين الشوارع والحدائق. تحولت مدن بأكملها إلى باقة من الزهور، على رأسها جسر فيرجينيا، غرفة الشاي وهايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن وبعض مناطق أوروبا.
ظهر طائرة بطريق يبلغ من العمر 3 شهور في حديقة حيوان كرانسويرارسك بصربيا، وهم يجربون السباحة لأول مرة. بيعيش البطريق زهورة والبطريق ريمكا في عائلة كبيرة من البطاريق في الحديقة، إلا أنهم بدأوا يتعلموا السباحة وكانوا وحيدين في حوض السباحة، وقام العاملين بالحديقة بوضعهما في الحوض وتركهم لمحاولة التكيف وحدهما. من الآن وصاعدا سيكون العوم في حوض السباحة جزء من روتين البطريق اليومي. في دراسة طبية جديدة أظهرت أن بضع دقائق من الأنشطة الهوائية المتوسطة أو عالية الكثافة زي مثلا الجري أو ركوب الدراجات يمكن أنها تساعد وتعزز على ذاكرة الشباب وتركيزهم لمدة بتصل لساعتين. دكتور بيتر بلومسترد رئيس قسم علم وظائف الأعضاء السريري في مستشفى بالسويد قال أن دقيقتين إلى ساعة واحدة من التمارين الهوائية بكثافة متوسطة إلى عالية، ده بيحسن القدرة على التعلم والتخزين في الذاكرة لدى الشباب. وربطت الدراسة التدريبات اللي بتستغرق 5 دقائق بتحسين القدرة على التخطيط وحل المشكلات وتحسين التركيز ومهارات لفظية أقوى. يمكن شدد برضو دكتور بيتر على أن التمارين الهوائية المنتظمة بتجعل الأطفال أكثر ذكاء وبتحسن نتائجهم في اختبارات الذاكرة والوظيفة الإدراكية. وممارسة التمارين المنتظمة لدى كبار السن يمكن بتتصدر للزهايمر. وبكده مشاهدينا وصلنا لنهاية هذه الفقرة من أهم الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات على الأحداث، لكن فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل.